نشوف في المستشفى، في المستشفى أيضا الذين أصيبوا تحدثنا معهم. كتير جدا، وكان في باب الكتروني وفي تشديد، وبنخش من الباب الضيق على اساس انه يبقى عمليه تحجيم لاي يعني او يعني تركيز في ان ما يحصلش اي حد يخش باي قنبله في تفجير الكنيسه. فدخلت ودخلت انا بقعد في ناحيه السيدات، وبقعد في الديسك الاولاني خالص قريب من الهيكل. فقعدت وصلينا، وبنصلي طقوس الصلاه شغاله كلها، يعني قعدنا حوالي ساعتين كده. وانا ببص فوق الهيكل في ايقونه للسيد المسيح، لقيت عينه بتنزل دموع دم. فانا اتخضيت، لكن بعد شويه، بعد ربع ساعه او نص ساعه كده، بصيت لقيت نفسي مش شايفه حد، لقيت نار طلعت قدامي، وبعد كده سمعت صوت الانفجار بشع جدا. ببص لقيت دراعي زي ما يكون اتقطع، بيشرب كميه دم مهوله. المنظر مفزع، الناس كلها صرخت وصوتت بشكل مفزع غير طبيعي. وطلعت باب الكنيسة، لقيت قوات الشرطة جت والإسعاف جه. نشوف كمان في الأسكندرية شهادات ما بين طنطا والأسكندرية لمصابين ولعائلات الشهداء. بيعملوا لهم ايه عشان يعمل كده؟ يعني بيقنعوه ازاي؟ يعني بيقولوا له ايه؟ يعني بيكلموه في ايه؟ بيدوا له معلومات ازاي؟ يعني بيدوا له اليقين ده ازاي؟ طب ممكن واحد يقتل واحد، انما واحد يقتل نفسه عشان يموت الناس ازاي؟ جمله اخيره، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يكون في عون الناس كلها اللي محلاتها اتكسرت ووقف الحال، والناس اللي شغاله، وربنا يكون في عون اهل الناس اللي فاهمه انت توفت، سواء شرطه او ناس مسلمين او ناس مسيحيين. طيب جوه المحل، في نص المحل، انا والمدام وعيالي سمعنا صوت انفجار، المحل كله وقع علينا، طلعنا جرينا دخلنا جوه الكنيسه. كان الوقت الساعه كام كده؟ كانت الساعه 12 كده تقريبا. كان وقت الاحتفالات والقداس، كان القداس طلع خلاص، بداوا يطلعوا وخلاص بدات الدنيا تفضى شويه. بس احنا كنا واقفين هنا من كتر الانفجار، اتزقينا لورا لقدام، وابني عمال يقول مش عايز اموت، مش عايز اموت يا ماما، مش عايز اموت. حرام يعني، وبعدين اتنين مع بعض في وقت واحد ده كتير يعني. وقبل منها برضو كانت البطرسيه، يعني ما لحقناش ان احنا هو بعديها قالوا لنا في قنبله تانية وبتاع، ما لحقناش حتى نعملوا حاجه، جرينا تاني. يعني بعديها بشويه قالوا لنا في قنبله تانية، جرينا بعديها بشويه، رجعنا بقى نشيلوا الناس وبتاع وبهدله ودم وكل حاجه. بعدها بشويه قالوا لنا في واحده تانية فوق السطح، طلعوا فككوها ونزلوها. كنت معدي ساعه الحادث، فانفجار حصل، فطبعا الناس جريت، جرينا احنا طبعا، ده شيء لا يرضي، ما يرضيش حد ولا مسلم ولا مسيحي. وطبعا هم كل عيد يعني لازم يتعكنن عليهم، ويتعكنن على كل المسلمين وعلى المسيحيين. انا عايز اقول لحضرتك ان الاقباط دول، النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم باقباط مصر خيرا.